أنا أستاذة مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. ممكن أتكلم في سنتي شوية؟ أسأله على اتفضلي حاجة. اتفضلي. هو أنا وجوزي وعيالي بدأنا نعمل فيديوهات على التيك توك. تمام. شفنا إن إحنا وسمعنا من ناس كتير إنها ممكن تدخل مصدر دخل يعني عن الطريق ده، قلنا يعني نزود بيها الدخل وكده، فهل ده حرام ولا حلال؟ طب طيب. نوعية الفيديوهات صحيح يعني؟ هي بنحاول إن هي تكون هادفة، ما تكونش أي حاجة فيها إسفاف أو حاجة، تمام. أو بنحاول نكون في معلومات هادفة بس على السوشيال ميديا وكده. حاضر يا أستاذة مريم، شكرا جزيلا يا فندم. رأيك يا مولانا؟ أولا كان في جملة عايز أكملها عشان طبعا حضرتك أخذت الاتصال. صحيح. الإمام ابن الجوزي قال جملة جميلة قوي في كتابه المتع الموسومي بصيد الخاطر. تمام. قال: لو تزوج رجل بنساء قرية، نساء قرية، ودخلت واحدة جديدة أو امرأة جديدة إلى القرية لتطلعت نفسه إلى الزواج بها. يا الله. ليه؟ لأن هذا هو الطمع في الإنسان. الإنسان لا يقنع، ودي حالة في الإنسان، فلذلك القناعة كنز جزء بالضبط، هي فعلا كنز وجزء من سعادة الإنسان. كلما قنع الإنسان برزق الله له وعطاء الله له ولم يتطلع إلى غيره، سبحان الله، الله يرزقه السعادة. نرجع للأستاذة مريم. مريم، حضرتك سألت السؤال اللي هو فعلا المشايخ بيسألوه. تمام. أنت هتعمل فيديوهات ليه؟ ليه؟ عايز توصل رسالة، توصل خلق، تذكر الناس بحديث، بآية. أنت طبيب بتقول معلومة طبية، أنت مهندس بتقول معلومة هندسية. تمام. أنت رجل تجاري بتقول شيء اقتصادي. أنت مثلا ليكي في الطبيخ ومش عارف إيه، برضو بنشوف الكلام ده. خلاص ماشي، طالما شيء هادف. أما الإسفاف وإظهار البدن والكلام الفارغ، هذا مرفوض. مرفوض. نعم. صحيح. طبعا لا شك أنه حرام، أما إن كان شيئا هادفا الشرع لا يمنع هذا. جميل. نعم. نرجع لموضوع الحلقة. نعم. الموضوع يا ترى هو زي ما بيقول اسم البرنامج، دنيا ودين ولا دنيا؟ نعم. ولا دين؟ نعم. نفصل بينهم ولا هي مفروض دنيا ودين؟ دنيا ودين زي دنيا ما حضرتك ودين. قلت. ليه بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. نقف عند كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. خضرة، ما قالش قبيحة. لا، أبين أنها خضراء، يعني تعطي لمن أعطى، أنها تسعد. تمام. لمن أقام منهج الله فيها، أنها تعطي لمن لم يحرم غيره من عطاء الله. جميل. ده شوف، الدنيا حلوة خضرة. خضرة. وإن الله مستخلفكم. عشان تعرف أن ليك مهمة في الكون. مهمة إيه؟ أن ربنا جعلك خليفة في الكون. صحيح. خليفة في الكون لتقيم منهجه ولتقيم شرعه، لتحل حلاله وتحرم حرامه، فلا صحيح. تفتري أبدا بفعل الحرام سيدنا النبي، ولا تسرف في صحيح. فعل الحلال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقول لك: إذا قامت الدنيا وفي يدي أحدكم فسيلة. نعم. فليغرسها. ده بيان، دعوة للتعمير والعمار. بالضبط. يبقى إذا الإنسان ما يقولش أنا متدين وأنا منعزل عن الدنيا. لا، ده ما ينفعش. تمام. طب كيف تعمر الدنيا إذن؟ صحيح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء، لما ذهب إلى المدينة، فبيبص أبصوا للنخل: يا رسول الله، يعني نؤبر النخل أم نتركه؟ قال: اتركوه. سيدنا النبي ما عندوش خبرة يعني، والنخل مش منتشر في مكة علشان يقدر. تمام. يعرف، فلم يؤبره، يعني يحط له الطلع بتاعه علشان بيعمل يطرح. فجت الموسم اللي بعديه فما أبروش النخل. فالنخل أخرج إيه؟ بقت تطلع كده شيء صغير فيها، ما فيش بالح. صغيرة كده. فشكوا إلى رسول الله، قال رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الله الله الله. إذن ده قال لهم، ده في واحد يبقى عالم بشؤون الدنيا، طب هو ده حرام؟ لو كان حراما ما تلفظ رسول الله بهذه الكلمة. الله. إذن أن تكون خبيرا في أمر الدنيا. صحيح. ولا تنسى ربك. طبعا. أن تكون يعني شاطرا ناصحا. أيوة. وناصح في أمور الدنيا. صحيح. وأنت تقيم شرع الله في حياتك، هذا يعني قمة التوافق بين الدنيا. جميل. والدنيا. صحيح. طيب.